بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الاول من فيديوهات الوحده الثالثه. احنا ماشيين وفقا للجدول وهنسبق الجدول ان شاء الله رب العالمين. عايزك تعرف كده ان احنا اشتغلنا حاليا او بدانا حاليا في حل كتاب المعاصر. فلو حابب تنضم لينا في الكتاب المعاصر اهلا وسهلا بك في هذا الكتاب الجديد. الكتابين هيمشوا كل كتاب في جدوله، كل كتاب مع نفسه، كل واحد ما ياثرش على الثاني. اول سؤال معانا بيقول لي they were deeply not into their conversation، يعني في محادثتهم they didn't hear me، هم ما سمعونيش اصلا، اصل هم كانوا مندمجين تماما. كلمه مندمج او مستغرق اسمها immerse، وعايزك تعرف ان immerse معناها يغمر شيء في الماء مثلا او في اي حاجه، يغمر البطاطس في الزيت مثلا immerse، يغمر ايده في الميه اسمها immerse. وكلمه be immersed into معناها ان هو مندمج في شيء بشكل كبير. delay معناها يؤجل، وعايزك تعرف انها بتساوي كلمه postpone. بوست بون دي حضرتك فيرب بس، لكن ديلي فيرب وناون. يعني ايه فيرب وناون؟ يعني بمعنى يؤجل وتأجيل. طيب كومنت يعني يعلق، وابروتش دي لها معنيين. ابروتش معناها اسلوب او طريقه، ومعناها يصل او يدنو من، يقترب من، يعني زي كام كلوزر كده. ذا مينستري اوف ايدوكيشن، وزاره التربيه والتعليم، هاز ادوبتد سام نيو ايدوكيشنال، تبنت بعض الايه التعليميه الجديده. تعال نشوف كده. كراشز دي معناها يسحق، يكسر يعني. سمنت اللي هو الاسمنت، فابريك اللي هو القماش يعني، وابروتشز اللي هي اساليب او تقنيات او انماط. فوزاره التربيه والتعليم تبنت اساليبا تعليميه جديده. ذا كوميتي اللي هي اللجنه، هاز بروميسد تو، وعدت بانها تعمل ايه في اول ذا ريكومنديشنز اوف ذا ميتنج، انها تعمل ايه في كل التوصيات بتاعه الميتنج. تعال نشوف. كومبلمنت اللي هو الاطراء، المجامله، يعني حد يجاملك. طيب لو عملنا الاي دي اي تبقى مكمل. امبلمنت يعني يطبق، اميرس يعني يغمر، وسراوند يعني يحيط. يبقى تو امبلمنت اللي هو معناها انها تطبق كل التوصيات بتاعه الميتنج. طيب السؤال بعد كده رقم 4 بيقول لك they were not they were the first ones who didn't represent the melody as written. بيقول لك هم كانوا ايه؟ ده هم اول ناس ما ينفذوش الميلودي في الاغنيه زي ما هي مكتوبه. يبقى الناس دول كانوا مبدعين، انوفيتورز معناها الناس دي كانت مبدعه، عشان كده هم لم يطبقوا الاغنيه زي ما هي مكتوبه. طب استرولوجرز دي اللي هو المنجمين يعني، استرونوت رائد الفضاء، وسبيكر اللي هم المتحدثين، واحيانا معناها السماعات على حسب السياق. في رقم 5 يا باشا بقول لك not have brought back some specimens of rock from the moon. specimens دي ممكن تيجي في قطعه، بتساوي كلمه سيمبل اللي معناها عينه، اس اي ام بي ال اي. المهم مين اللي جابوا معاهم او عادوا معاهم يعني عينات من القمر او من الصخور من عند القمر؟ تعال ترجم الاربع كلمات. استرونوت اللي هو رائد الفضاء. طب الكلمه الثانيه استرولوجست اللي هو عالم الفلك، عالم فلك. طب استرولوجرز دول اللي هم المنجمون يعني، استرونومر اللي هو الفلكي. السؤال البديهي اللي بيطرح نفسه هنا هو مين يا جدعان بيسافر للفضاء اساسا؟ رائد الفضاء، يبقى استرونوت سبرنس رقم دي. السؤال اللي بعد كده بقول لك ذا نوت جوبيتر، جوبيتر المشتري ده عباره عن ايه اصلا؟ او المشتري ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلانت يعني كوكب، يبقى اختار له بلانت وش. اوربت يعني يدور، ومعناها مدار. اوربت دي معناها يدور حول شيء اخر، لكن في سبين اللي معناها يدور حول نفسه. يونيفرس اللي هو الكون، وايرث اللي هي الكره الارضيه. I think scientists mustn't not own animals which have the same rights as we do. بقول لك ان اعتقد العلماء المفروض ما يعملوش تجارب يعني على الحيوانات، لان الحيوانات دي ليها حقوق زينا بالظبط يا برنس، احنا مش عارفين ناخد حقوقنا، ارحم نفسك. يبقى experiment هنا معناها تجربة علمية، لكن في الجملة دي معناها يجري تجاربا على. experience دي معناها خبرة، ومعناها تجربة حياتية، ومعناها يجرب. have you ever experienced this kind of tea؟ هل عمرك جربت هذا النوع من الشاي؟ طيب و experience برضو من معنيها يواجه. لما اقول مثلا we are experiencing bad days، احنا نواجه ايام من صعاب. expert اللي هو الخبير، و exercise اللي معناها يتدرب. اذا احنا اخترنا كده experiment اللي هي رقم C اللي معناها يجري تجربة على. I like to not myself with beautiful things. أحب دائما إن أعمل إيه لنفسي بالأشياء الجميلة. تعال نترجم. Around يعني حوالي أو موجود. فلما نقول مثلا موبايل were not around in 1999، الموبايلات لم تكن موجودة في 1999. طيب لما أقول لك around 10 people died، حوالي 10 أشخاص ماتوا. surround يعني يحيط يا باشا، وسرندر معناها يستسلم. دي عكس كلمة ديفاي أو تشالنج اللي معناهم يواجه. تسبقت يعني يشتبه فيه. إذن الإجابة أصبحت surround. The plan was not fruitful. fruitful معناها مثمر. It made a great success. لقد حققت نجاحا كبيرا. الخطة كانت مثمرة. إيه يا ترى؟ أكيد مثمر دي صفة يا مستر، فأنا عايز قبلها ظرف. الراجل جايب لك هنا wonderful يعني رائع صفة. unkindly معناها بلا عطف. hopelessly
هوبلسلي معناها بلا امل، يعني مفقود فيها الامل. ما ينفعش نقول مثمر مع مفقود الامل، برضه عيب عليك. يبقى سبيكتاكولرلي، لقد كانت الخطة ناجحة بشكل مبهر بشكل ملفت. الجملة رقم 10 بيقول لك our products are not to fulfill، fulfill يعني ينجز، the increasing demand of the market، بيقول لك ان منتجاتنا بيتم انتاجها ايه يعني عشان تناسب المطالب المتزايدة لسوق الشراء والبيع. يبقى اكيد mass produced، mass produced معناها بيتم انتاجها بشكل كثيف. وهنا عايزك تفهم حاجة عن موضوع mass produced دي، ان دي معناها ان بيتم انتاجها بكميات كبيرة وباسعار بسيطة، اسمها mass produced. طيب ماسيف دي معناها عملاق او ضخم، عايزك تعرف، ودي مهمه. كلمه ماس ديستراكتيف معناها مدمر بشكل كبير، والباقي ده مش عايزينه، اللي هي كتله الراحه والحوار دي ملهاش لازمه. الكلمه الاخيره دي كونكت ذا نوت تو ذا سي دي بلاير، وصل مين يا باشا بالسي دي بلاير عشان نسمع ونتمزج. طبعا احنا ترجمنا استرولوجر قبل كده سبيكر، لانها برضو متحدث وكده، ودي مهمه. رينكلز اللي هي معناها التجاعيد، ديتر يو ريتس معناها يدمر او دمار، والكلمه دي مهمه طبعا، مش دي الاجابه، مش عارف انا عملت عليها دايره ليه، بس دي deteriorate معناها يدمر او دمار. قلنا كلمه سبيكر معناها السماعه ومعناها متحدث، فانا بقول لك وصل السماعات بالسي دي كده وشغل لنا اي اغنيه او قران احسن عشان رمضان. Our world is but عالمنا ما هو الا a small part of the not، ما عالمنا ما هو الا جزء صغير من اليونيفيرس اللي هو الكون. فيرس دي اللي هو المقطوعه الشعريه، ما انت عارف القصيده عباره عن لاين 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 لاين، كل شويه لاينات من دول بيكونوا حاجه اسمها فيرس او ستانزا. بروسيس معناها عمليه، وكوميرس اللي هي التجاره. في رقم 13 الراجل بيقول لك the not of the moon is بي is prepared with craters، بيقول لك ان الايه بتاع القمر ده مليان بالفوهات، يعني surface اللي هو السطح، اكيد سطح القمر اكيد، universe اللي هو الكون، لكن دي سقف المنزل ودي سقف المنزل برضو، ما لهمش علاقه بالحوار. we must encourage، لابد ان نشجع ايه if the company is to remain competitive، لابد ان نشجع ايه لو احنا عايزين شركتنا تفضل كده متنافسه وجميله. تعال نشوف connection ده اللي هو الاتصال، innovation ده اللي هو الابداع، فطبيعي هنشجع الابداع عشان نبقى حلوين. treatment معناها علاج ومعناها معامله، application معناها تطبيق زي كلمه implement اللي هو برضو معناها يطبق، نفس الحوار. don't ever call anyone at not time، ما تكلمش حد ابدا في وقت ايه، this is wrong، ده غلط. تعال نشوف convenience اللي معناها الملائمه والمناسبه، inconvenience اللي هو عدم الملائمه. طب inconvenient معناها غير ملائم او غير مناسب، فانا بقول لك ما تكلمش يا ابني اي حد في وقت غير مناسب عشان كده عيب عليك. inconvenient، لا ده دي convenient، احنا عايزين inconvenient. شفت بقى ميزه انك تقرا الاربع اجابات، ممكن تسرع زي ما انا سرعت فتتصل بشكل غلط. بقول لك انت، بقول لك لا تتصل باي شخص في وقت inconvenient يعني غير ملائم. امال ايه convenient؟ convenient يا باشا معناها ملائم، بتساوي suitable وبتساوي بروبر وابروبريت، كل ده، وممكن كمان كلمه رايت، كل ده كده سينونيم لكلمه كونفينينت. الجمله الثانيه كده بيقول لك لا تتصل بشخص في وقت انكونفينينت يعني في وقت غير ملائم. 16 بيقول لك ذا كمباني هاز سكسسفولي نوت نيو برودكتس اند سيرفيسز، الشركه بالنجاح عملت ايه في منتجات جديده وخدمات جديده. انوفيتن يعني ابتكرت، وكرييتد يعني ابتكرت او خلقت، وانتروديوسد يعني ابتكرت وخلقت وقدمت، فالجماعه كده دول كلهم صح، يبقى اول اوف ذيم كوريكت وزي الفل. The game is so not that you feel you are really talking part in it، taking part in it. اللعبة دي ايه جدا لدرجة ان انت بتحس كأنك انت فعلا واخد دور في اللعبة وعايش في اللعبة، اكيد immersive. immersive دي معناها مبهر. مال commercial تجاري، cultural ثقافي، و mutual معناها مشترك او تبادلي. حتى تلاقي كده بيظهر لك على الفيسبوك يقول لك عمر ده mutual friend with علي، يعني عمر صاحب مشترك بينك وبين الحاج علي. There are many planets، في الكثير من الكواكب. In the solar في الايه الشمسي، اكيد السولار سيستم اللي هو النظام الشمسي. امال باور دي معناها طاقه، وبانل دي معناها لوح، ولما نقول سولار بانل الالواح الشمسيه، او ديسيبلين دي معناها الانضباط، ودي حاجه حلوه. طيب رقم 19 انا حاولت اعمل الصفحه كده بحيث ان الكتابه تظهر فيها، بس طلعت تجربه فاشله، و I'll never do it again. exposure دي جايه من كلمه expose، expose يعني يعرض الى، اكسبوجر التعريض الشيء او تعرض الشيء لشيء اخر. اكسبوجر تو ذا سان التعرض للشمس، كان اكسلريت دي معناها يسرع، زي يعني من كلمه فاست وكده، حتى الاكسلريتور اللي في العربيه. ذا ايجينج، ايجينج دي معناها التقدم في العمر، ودي جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده في ترجمه. ايجينج از ا ناتشرال بروسيس، التقدم في العمر هو عمليه طبيعيه. المهم بيقول لك التعرض للشمس ده ممكن يسرع الايجينج بروسيس اللي هي عمليه التقدم في السن، انك تكبر بسرعه وتبقى حد عجوز
فده حاجة وحشة، خد بالك من نفسك. ميثود يعني طريقة، وسيرجري اللي هي الجراحة، منها كلمة سيرجن اللي هو الجراح، وإبريشن اللي هو العمليات الجراحية. taking these not could seriously endanger your health. endanger دي يا عم الحاج معناها يعرض للخطر، فبقول لك تناول هذه الايه ربما تعرضك للخطر. تعال نشوف كده الاختيارات. drugs اللي هي العقاقير الادويه يعني، fact sensors اللي هو الحساسات، و tissue اللي هو المناديل، و factors اللي هي العوامل. اكيد تناول هذا الدراجز العقاقير الادويه هيؤدي الى انك تعرض حياتك للخطر. ما تنساش ان كلمه ان danger معناها يعرض للخطر، بتسوي put something in danger، بس يركز لي حضرتك في ان ان هنا اي ان اللي حرف الجر، لكن دي ان danger على بعضها كلمه واحده. the patient required not on the right in her right knee. بيقول لك المريض تطلب الامر بتاعه يعني الامر الخاص به، تطلب جراحه على ركبته. كلمه جراحه يعني surgery. record اللي هو السجل ما تنساش، او معناها رقم قياسي ومعناها يسجل. ما تنساش ممكن نقول break the record يعني حطم الرقم القياسي، وعكسها miss the record اللي معناها يخطئ الرقم القياسي. factory يعني مصنع، اوعى تلخبطها مع factor اللي معناها عامل. طب possession اللي هي الممتلكات، عندنا كلمة في المنهج زيها في القصة اللي هي كلمة property، بس خد بالك position جمعها positions، لكن property اسم لا يعد uncountable noun. طيب الجملة رقم 22 بقول لك the best a for a cold، افضل ايه للبرد، is to rest and drink lots of fluids. بقول لك ان افضل علاج للبرد، عايز علاج، شوف انت قلتها كده ازاي من غير ما تفكر، treatment. accommodation دي كلمه مهمه ومطلوبه، معناها الاقامه وهي اسم لا يعد. opportunity فرصه، والسينونيم بتاعها chance. application اللي هو طلب التقدم لوظيفه. يبقى انت كده اخترت لي في 22 يا فندم الاجابه رقم دي اللي هي treatment. he has not to reduce the swelling in his brain. هو بيقول لك هو بيتناول ايه او عمل ايه يعني علشان يخفف الورم اللي في المخ. اكيد دي عمليه جراحيه اللي اسمها اوبريشن. طب ما تيجي كده ما اقول لك على فكره حلوه، عايزك تعرف انك ممكن تقول دو ان اوبريشن وممكن تقول بيرفورم ان اوبريشن، بس ايه الفرق بين الاثنين؟ هو ده اللي هشرحه لك دلوقتي حالا، خليك معايا. لو قلنا دو او بيرفورم ان اوبريشن، دي معناها اوبريشن دي معناها يعمل عمليه لمريض. حضرتك اللي بيعمل كده هو الدكتور، الدكتور اللي بيعمل كده ده دكتور. طيب ادي يا عم كلمة دكتور اللي هو مش عايز يكتبها، ليه مش عارف. لا اله الا الله، كلمة دكتور انا مش عايز اكتب يا جماعة. المهم حاجة تانية بقى، في حاجة اسمها have an operation. have an operation دي معناها يجرى له عملية جراحية، معناها يجرى له عملية جراحية. ده مين يا فندم؟ ده المريض. علي went to hospital، علي راح المستشفى امبارح after the accident and had an operation، وعمل عملية. لكن دكتور عمر، الدكتور عمر always does or performs operations in the morning، دايما بيعمل عملياته الجراحية في الصباح. طيب كمل لي كده زي الشطور في الجملة رقم 24. بيقول لك the not uses an infrared beam to read vehicles exhaust emissions as it drives past. بيقول لك ان الاي بيستخدم مستشعر يعني عشان يحس بالعادم الموجود في السيارات او الانبعاثات اللي بتيجي من العوادم بتاعه السيارات وهو ماشي في الشارع. اكيد ده الحساس اللي هو السنسور. تنشن دي اللي هو التوتر، وبريشر اللي هو الضغط، وستريس اللي هو التوتر برضو. وما تنساش ان كلمه ستريس برضو بنستخدمها بمعنى يؤكد على. طيب بلاستيك، بلاستيك ده اللي هو البلاستيك بس هي برضو معناها تجميل. بلاستيك ايه سكسسفولي ريبلت مونز نوز. بيقول لك ان هو عمل مناخير منى الحمد لله واشتغلت تاني، بدات تشم. هو مين اللي بيعملها؟ اكيد دكتور التجميل اللي هو بنسميه بلاستيك ايه يا ترى. تعال نشوف اوكيوليست، طبيب العيون، طبيب عيون. عيون المفروض دي عيون يعني. طيب الحاجه الثانيه الفيترينري اللي هو دكتور بيطري، من فيت يعني سيرجن يعني جراح، وسيستم يعني نظام. فلما نقول بلاستيك سيرجن جراح التجميل اجرى عمليه لتعديل انف الاخت منى. ذا ريجستري التسجيل هولدز نوت اوف اول ميجر اوبريشنز. التسجيل ده بيحتفظ بايه؟ لكل العمليات الاساسيه اكيد، ريكوردز اللي هي سجلات يعني. خد بالك ان كونكورد اللي هو الطياره اللي اسمها كونكورد اكيد ديت، ماتشز يعني يوصل، وبرده ماتشز الكبريت، ويتشز اللي هي الساحرات.
scientists are working hard to find not for cancer. بيقول لك ان العلماء بيعملوا باجتهاد لكي يجدوا ايه للكانسر، السرطان اكيد كيور اللي معناها علاج، وكان ممكن نقول تريتمنت برضه عشان العلاج. كيرس دي اللي هي النقمه او اللعنه، تشير دي فيرب بمعنى يبهج، ونون بمعنى هتاف، كير فور معناها رعايه لي او عنايه بي، ماي براذر انستولد، انستولد دي معناها ركب اجهزه يعني. بيقول لك ماي براذر انستولد سيفرال نيو نوت اون هيز سمارت فون، ده بيقول لك ان هو ثبت عددا من الايه على السمارت فون، اكيد التطبيقات يا عم الحاج اللي هي الابس. ايشيو دي قضيه ومعناها عدد في جريده، وكابس اللي هي الغطاء، الكاب بتاع الغطاء اللي هو الغطاء يعني، وكيف اللي هو الكهف. The student is always not their school work to check who did it better. الطلاب دايما بيعملوا ايه في واجبهم علشان يشوفوا مين اللي عمل الواجب افضل من التاني. كلمة راب يعني يغلف، ولو قلنا رابنج بيبر معناها ورق تغليف، سواب معناها يتبادل، اسكيب يعني يهرب، بتساوي كلمة فلي اف ال اي اي، سكيب دي معناها يتخطى او يتجاهل. حتى انت لما تكون بتسمع فيديو او بتلعب لعبة ويجيب لك اعلان فيقول لك ايه سكيب اد، سكيب اد يعني تخطى الاعلانات يا عم الحاج. ذا نوت ميل، الميل اللي هو الذكر، تايجر اللي هو ذكر النمو، ذكر النمر الايه يعني، ويز اراوند 200 كيلو جرامز، بيوزن حوالي 200 كيلو جرام. تعال نشوف كلمه سيفيج، لو انت فاكر وخربوش كان في كلمه بيقول لك ان الهنود دول سيفيجز اللي هم الغجر يعني، اللي هم شعب غجري بمعنى همجي. افريج متوسط، تندر بلس او طري، وكفرج اللي هي التغطيه. بيقول لك يا سيدي هنا في الجمله ذا افريج ميل تايجر، النمر البالغ الذكر بيزن تقريبا 200 كيلو. طيب راسيزم اللي هو العنصريه يعني، از ا ديبلي روتد بريجيدس، هو انحياز او تحيز مستأصل، which has not for thousands of years، والذي ايه لسنوات الاف السنوات. intended يعني ينوي، attend يعني يحضر ومعناها يرافق، exist يعني يوجد، وelect يعني ينتخب. وانا عايزك ما تنساش للمرة 3,723 بقول لك ان كلمة exist دي بتساوي be found، ممكن نستخدم مكانها be found، ممكن نستخدم be present، واحيانا ممكن نستخدم مكانها occur، وكمان ممكن نستخدم مكانها ايه كمان يا ربي، be found be present و occur و exist، ايه كمان يا ابني قول معايا افتكر معايا اللي معناها موجود، around، around اللي قلناها في الوحدة الاولى. ديني مثال، على سبيل المثال mobiles exist، exist in Egypt، الموبايلات موجودة في مصر، mobiles are found in Egypt are present in Egypt. فاكر انت الجملة بتاعت اوكر اللي كان جايبها لك من كتاب من موقع لونج مان، من قاموس لونج مان، كان بيقول لك minerals occur naturally، يعني ايه المعادن بتوجد بشكل طبيعي in the earth's crust، في قشرة الارض. mobiles are not around nowadays، الموبايلات ليست موجودة هذه الايام. ادخل على 32 كده بقلب جامد وقول، بقول لك فيها the measures that the menus printed on brittly not cords، بقول لك ان القوائم مطبوعة على كروت ايه بشكل جميل. تعال نشوف illustrated دي معناها مشروح او مفسر، discussed معناها تمت مناقشته، وdebated معناها برضو ناظرة او تمت مناظرته، examined معناها مفحوص، فاكيد illustrated. ومعنى جمل، معنى الجملة دي ان القائمة، قائمة الطعام يعني، مطبوعة على بطاقات مصورة او عليها صور، يعني يقول لك فرخة مشوية وجايب لك جنبها فرخة عشان برضو تبقى يعني ماوث ووترينج زي ما بيقولوا كده الوجبة دي. businesses have a golden opportunity، البيزنس او الاعمال الادارية والشركات ليها فرصة ذهبية to not into new markets، انها تعمل ايه في الاسواق الجديدة. اكيد import معناها يستورد، expand يعني يوسع، export يعني يصدر، وrequire معناها يتطلب. طب ما تيجي نترجم كده ونشوف مين اقرب فيهم. الطبيعي بيقول لك ان البيزنسز ليها فرصة ذهبية انها تعمل ايه into new markets، اكيد انها expand، expand هنا معناها يوسع. هتقول لي طب ده يا عم الحاج، طب ليه ما ناخدش export يصدر، export حضرتك يصدر الى، export to، وimport يستورد from، يستورد من، عشان كده طلعناهم. It was a miracle، لقد كانت معجزة، that she not the pearls of her stillborn baby، اللي هو stillborn اللي هو لسه مولود ومات، الطفل الميت يعني. ولكن لقد كان من المعجزة أنها إيه ميلاد ابنها اللي لسه مولود ومات ده، إنها نجت، نجت يعني survived، يعني من الغريب إنها نجت بعد ميلاد ابنها الذي مات بعدها، died يعني مات، وarrived يعني وصل، وlived يعني عاش. طيب
Our company sells computer software at a not price. بقول لك شركتنا بتبيع الكمبيوتر سوفت وير باسعار تنافسيه، اللي اسمها كومبيتيتيف الاولى دي. امال ايه كومبيتيشن؟ دي المنافسه، زي كلمه تورنمنت كده بالظبط. كومبيت ده الفيرب بمعنى يتنافس، وكومبيتيتور ده الشخص او الجهه المتنافسه. احمد بيلعب مع علي، يبقى احمد كومبيتيتور بالنسبه لعلي، وبينهم وبين بعضهم كومبيتيشن حاميه جدا، يعني مسابقه ومنافسه. If you want، لو انت بسم الله عايز، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. 36 بيقول لك if you want to not fear، لو انت عايز تعمل ايه في الخوف. Don't sit at home and think about it، ما تقعدش في البيت كده وتفكر فيه. Go out and get busy، اطلع بره من البيت كده وجدعن كده وخليك بني ادم وانشغل بحاجات تانية. كلمة hand يعني يد، ولو قلنا hand in يعني يسلم. Conquer يعني يغزو، على فكرة conquer دي اخت overcome اللي معناها يتغلب على. عندك ادهير دي معناها يتقيد بيه او يلتصق بشيء، يعني اكسبيرينس دي معناها يواجه ومعناها خبره ومعناها موقف زي ما اتفقنا. بس عايزك تفهم كده وتبقى دبدوب وشطور ان كلمه لو احنا قلنا ان اكسبيرينس دي كده معناها موقف حياتي او تجربه حياتيه، لكن اكسبيرينس كده اللي ما بتتعدش اللي هي اسم لا يعد دي معناها الخبره، الخبره اسم لا يعد. طيب there is no not that she killed her husband. There are no witness against her. مفيش ولا شاهد ضدها. ده معناها ان مفيش دليل ان هي قتلت زوجها. evidence دليل. خد بالك evidence يعني دليل، ممكن نستخدم مكانها argument اللي معناها جدال، دي معناها برضو دليل او حجة. وكمان ممكن نستخدم كلمة proof، بس proof اسم معدود وargument اسم معدود، لكن evidence والله ما بتتعد. trend اللي انت عارفه اكيد، trend الميل او النزعة. advertise يعني يعلن، و approach دي معناها يصل او يقترب من او يدنو من، ومعناها اسلوب او تقنيه. cut the onion into، قطع البصله الى ايه؟ slices، الى شرائح ايه؟ don't make big slices، ما تعملش شرائح كبيره، يبقى paper thin. paper thin معناها شرائح صغيره جدا. paper bag اللي هو الكتب الورقيه، و paper sheet اللي هو فرخ ورق يعني، و papers دي معناها الجرائد. ما انت عارف اكيد ان كلمه بيبر، وركز في الحته دي عشان دي مهمه، ان كلمه بيبر لوحدها كده معناها الورق عموما. اقول لك مثلا على سبيل المثال بيبر اولويز كمز فروم تشاينا، الورق بيجي من الصين. بيبر از يوزد تو ميك بوكس، الورق يستخدم في صناعه الكتب. لكن لو انت قلت لي ا شيت اوف بيبر فدي معناها كده فرخ ورق، ولو قلنا تو شيتس فرخين ورق، صفحتين يعني. طيب الحاجه الثانيه، كلمه لو انت قلت لي ا بيبر على طول كده فدي معناها جريده وجمعها بيبرز جرائد. طيب الجمله اللي بعد كده بقول لك هارد ستادي از نوت فور سكسس، بقول لك ان مذاكره الجاده هي ايه لاجل النجاح. تعال نشوف تريفيال دي زي تريفلينج بالظبط، معناها تافه وملوش لازمه. انسيجنيفيكانت دي والله بتسويها ملوش لازمه. سرفايفل دي البقاء حيا. اسينشال يعني اساسي او ضروري، على فكره كان ممكن نقول سيجنيفيكانت هنا بس من غير ان يعني. الجمله اللي بعد كده هاف ميد اوديو ادفيرتس بوسيبل، ايه اللي حول الاعلانات الصوتيه الى شيء ممكن. رينجز دي الحلقات، تي رينج اللي هو اللي هو الصوت الدائري. تريننجز اللي هي تدريبات، وترينرز دي معناها المدربين ومعناها برضو حذاء الكره. برينج يور ترينرز اند ليتس بلاي ماتش، هات لي الكوتش بتاعك وتلعب ماتش كوره. لايف از نوت ا بروبلم تو بي سولفد، الحياه ليست مشكله لنحلها. بات ا رياليتي تو بي، ولكنها واقع لابد ان اكسبيرينسد نواجهه. اكزيستد معناها موجود وما يوجدش مجهول اصلا. سرفايف يعني يبقى حيا او يبقى على قيد الحياه. نومينيت معناها يرشح، على سبيل المثال لما اقول لك يو ار نومينيتد تو تيك ا كورس، يعني انت تم ترشيحك للحصول على تاخذ كورسا. المهم احنا اخترنا كده اكسبيرينسد من الاول اللي هي الحياه هي واقع لابد ان تواجهه او تعيشه. از ميديسن ان ميديسن هاف ميد بيبل لايف لونج ليف لونجر، الايه في مجال الطب جعل الناس يعيشون فتره اطول. بروفيرب دي معناها الحكمه والمثل. طيب زي مثلا اقول لك هي هو ديجز ا ديتش فور انذر هيم سيلف فولز ان، من حفر حفره لاخيه وقع فيها، ده بروفيرب. ادفوكيتس يعني يدافع. ادفانس اللي هو مقدم او التقدم، ولو قلنا ان ادفانس معناها مقدما، وادفانسز معناها برضو التقدم او مظاهر التقدم. تاني كده ادفانس يتقدم، ادفانسز اللي هي مظاهر التقدم، ان ادفانس يعني مقدما. طبعا دي الاجابه. ادفيرس الاعلانات، الايه في مجال الطب خلت الناس يعيشوا فتره اطول، اكيد التقدم. ادخل لي على 43 زيز بيتس، هذه الحيوانات الاليفه نوت ا لوت اوف كير اند اتنشن تو بي بريد ويل، الحيوانات الاليفه دي محتاجه رعايه علشان تتربى كويس، تتطلب يعني. طب ما تيجي نشوف انكوير معناها يتساءل، واكوير معناها يكتسب، اخت اوبتين لو انت فاكرها. ريكوير معناها يتطلب، وانكوير اخت انكوير دي، وهما الاثنين معناهم يتساءل.
ده موجود في مذكرة الملاحظات، يا ريت تبص عليها. Exercise is the only way to get a knot stomach. التمارين هي الطريقة الوحيدة للحصول على معدة إيه after having a baby، بعد ما يتم إنجاب الطفل. فات يعني سمين، وأكيد فلات يعني مستوية، يعني الإنسان ما يكونش بطنه عاملة كده يعني بظهر البره. عشان تخليها فلات كده فأنت محتاج تعمل تدريبات يا فندم، أو محتاجة تعمل تدريبات يا فندم سوري. Since the matter has been إيه badly، لأن المشكلة تم إيه بشكل سيء. The company will hire a new manager، الشركة هتوظف مدير جديد. وكلمة هاير معناها يوظف، زيها بالظبط كلمة امبلوي. شرانك دي معناها ينكمش، وهاندلد يعني يتم التعامل معها، معناها يتعامل مع. ودي الإجابة والجملة على بعضها، بيقول لك لأن منذ تم أو لأن المشكلة تم التعامل معها بشكل سيء، فسيتم استبدال المدير بمدير آخر. Your child must be not، لابد لطفلك أن يكون إيه. He wants to know everything، ده بقى مش لابد، دي معناها ابنك ده أكيد إيه، أكيد هو curious يعني عيل فضولي. لو أنت فاكر بتساوي كلمة nosy وبتساوي كمان كلمة inquisitive اللي معناها فضولي، فالواد ده فضولي، هو عايز يعرف كل حاجة حواليه. The report contained dire note about eating too much fat and salt، بقول لك التقرير بيضم إيه فظيعة عن تناول الدهون والأملاح. تعال نشوف. warnings يعني تحذيرات، plans يعني خطط، وschemes التنظيمات والأنظمة، سكيم يعني نظام يعني، واستراتيجيز يعني استراتيجيات. تعال بقى نترجم كده عشان نشوف الراجل عايز تحذيرات ولا ايه. بيقول لك ان الريبورت بيشتمل على ايه، عن تناول الدهون، اكيد تناول الدهون دي حاجة غلط، يبقى اكيد تحذيرات مش استراتيجيات. الجملة رقم 48 بيقول لك people are advised to، الناس ينصحون بأن not all paper rather than throw it away، الناس بننصحهم انهم يعملوا ايه في الورق بدل ما يرموه في الشارع، اكيد ريسايكل يعني يعيد استخدام. ميجر دي معناها يقيس، ومعناها برضو معايير، لو انت قلت ميجرز معايير زيها ميجرمنتس. ديسولف معناها يتحلل، وسايكل معناها يركب الدراجة. لما اقول لك I don't like to cycle to school، ما بحبش اركب الدراجة اروح بها المدرسة. For young children، بالنسبة للشباب يعني الاطفال الصغيرين، getting dressed ان هم يلبسوا هدومهم is not business، يعد امرا معقدا complicated. easy سهل، وبلين يعني سادة، لما اقول بلين بسكت بسكوت سادة يعني معناها واضح، simple يعني بسيط، والموضوع مش بسيط خالص، ده هم بيعيطوا وبيعملوا حوارات صعبة. 50 بقول لك treatment the treatment may bring short term، ايه بقول لك العلاج ربما يسبب ايه قصيرة المدى. to AIDS sufferers، للمعانين الذين يعانون من مرض الايدز. طبعا فيرجن يعني اصدار، فوتس يعني اصوات، او اللي هم اصوات الانتخابات يعني. وبنفيتس معناها فوائدا، وسيرفيسز للاسطح. بقول لك ان العلاج ده ربما، العلاج ربما يكون له فوائد على المدى القريب للناس اللي بيعانوا من مرض الايدز. if you don't make the best use of this knot you will regret a lot، لو لم تحسن استغلال هذه الاي ستندم. الرجل في اول اختيار قال لك opportunity، لو لم تحسن استخدام هذه الفرصة فستندم في الاخر. loyalty دي اللي هي الولاء بالمناسبة. the protest movements، الحركات الاحتجاجية، has not into a well organized political party. political party معناها حزب سياسي، فبقول لك ان هي تم يعني الاحتجاج ده تطور الى حزب سياسي. كلمه يتطور اللي اسمها ايفولف، زيها كلمه ديفلوب بالظبط يعني. وعندك نظريه اسمها الايفوليوشن ثيوري، اللي هي نظريه تطوريه بتاعه الراجل اللاسع ده اللي كان اسمه داروين. فاليو يعني يقدر او يقدر او يقدر او يقيم. وريفولف دي احنا خدناها في اول وحده، كانت عكس كلمه سبين، لا كانت بتساوي سبين، كانت بتساوي كلمه سبين. وانفولف يعني يتطور يعني يشتمل على، ومعناها ينخرط في امر ما. على فكره انفولف دي اخت اميرس اللي معناها ينغمر في امر او ينخرط في امر. These chords include 3D and surround sound، بقول لك ان دي اختصار لمين؟ دايمنشنال، ودي مش محتاجه فتي. She is going to call us once she reaches the airport، هتتصل بنا بمجرد ما توصل المطار. once اللي معناها بمجرد ان، هنا عباره عن adverb ظرف ولا conjunction رابط ولا noun اسم ولا adjective صفة. حضرتك مطالب انك تحفظ الكلام ده، لانك لو ما حفظتوش تبقى مصيبة. المهم كلمة once دي بمجرد ان عبارة عن رابط اصلا، يبقى conjunction. internet not threaten people's private life details، الانترنت ايه بيهدد حياة الناس الخاصة، اكيد الهاكرز. shutters اللي هو الترباس بتاع الباب. monitor ده اللي هو المراقب او معناها شاشة. walkers اللي هم المشاه، الناس اللي ماشي على رجليهم. رقم 56
careful consideration should be given to الرعاية الواضحة يعني لابد أن تعطى إلى الإيه of health and safety. تعال نشوف duties اللي هي الواجبات, sensor اللي هي الحساسات, ودراجز اللي هي العقاقير, وايشيوز هنا معناها قضايا. بيقول لك إن الاهتمام لابد أن يعطى لقضايا الصحة والأمن. It's important to know the exact dimension of the room. بيقول لك إنه من الواضح أو من المهم sorry إنه من المهم إن إحنا نقيس البعد الحقيقي للغرفة, وكلمة يقيس اللي هي measure. appreciate يعني يقدر. طب ما انا يا مستر ممكن اقول لك المفروض نقدر البعد الحقيقي للغرفة, هروح انا عامل دي كده وهقول لك يا حبيبي الغالي كلمة appreciate حكينا موضوعها مرة واثنين وثلاثة, وهنقول للمرة التاسعة معناها يقدر اللي معناها يشكر. فعشان كده بقول لك I appreciate you, I appreciate you, انا اقدرك بمعنى اشكرك. طب كلمة estimate اللي كان معناها يقدر برضو, بس دي معناها يقدر عدديا. طب وعندك كلمة كمان measure دي معناها يقيس, يقيس شخص عشان يعمل له هدوم او يقيس الغرفة ويسع الغرفة وكده. طيب جينا عند كلمة recycle يعيد استخدام, و involve بتساوي كلمة immerse اللي معناها يغمر. he gave up تخلى عن الايه الوظيفة الايه in order to freelance عشان يعمل بشكل مستقل, فهو تخلى عن وظيفته الايه. تعال نشوف permanent اللي معناها دائم, direction اللي هو الاتجاه او الوجهة, terminal اللي هي الصالة, وcreation اللي هو الخلق او الابداع, فاكيد تخلى عن وظيفته الدائمة. yoga not breathing exercises stretching and meditation. meditation دي اللي هو العلاج بالتأمل, يعني انك تغمض عينك وتفضل تتأمل وتفكر كده زي المجانين. involve معناها يشمل, على consist عايزة of بعديها ومعناها يتكون من, persist اللي معناها يثابر او يعني يستمر في شيء, insist معناها برضو يصر على او يستمر في شيء. المهم يا عم الراجل بيقول لك ان اليوجا بتشتمل على التنفس ومعرفش ايه كده وحاجات كتير. اخر صفحة معانا there are many modern communication on smartphones. بيقول لك ان هناك الكثير من الايه بتاعت التواصل على السمارت فونز. تعال نشوف appendixes دي اللي هي الملحقات, applications اللي هي التطبيقات اكيد هي دي يا فندم, abbreviations اللي هي الاختصارات, وcollections اللي هي المجموعات. فرج بيقول لك ان في كثير من التطبيقات اللي على الابلكيشن على التليفون. خد بالك ابلكيشن ده اهي, ابلكيشن ممكن تساوي كلمة اب وممكن ما تساويهاش. ابلكيشن دي حضرتك ابلكيشن بتساوي كلمة اب لو معناها تطبيق, يعني هنا كده في المعنى ده معناها بروجرام برنامج او سوفت وير برنامج على الكمبيوتر. لكن ابلكيشن ما تساويهاش لو معناها وظيفة او طلب التقدم لوظيفة, يعني طلب التقدم لوظيفة. طيب ومعناها برضو تطبيق انك تطبق العدالة والحاجات دي. بقول لك you should try a more healthy approach, لابد ان تجرب طريقة اكثر صحة من ذلك. approach هنا معناها اسلوب او طريقة, يعني مثل طريقة, يعني get near يقترب من, get closer يقترب من, هما الاثنين بيساووا كلمة approach فعلا والله العظيم, بس لو معناها يدنو من. don't approach this dog, لا تقترب من هذا الكلب. هنا بقى don't get near او get closer. surface دي اللي هي السطح. she is taking an advanced course in English, هي بتاخد كورس متقدم في مجال اللغة الإنجليزية. advanced هنا معناها متقدم عكس المتقدم. تعال نشوف improved معناها متحسن حسنة, و retarded معناها متأخر او متخلف اكيد هي دي, developed معناها متطور, و enhanced معناها معزز, فاكيد يا مستر الكلمة دي. طب مستر انا اول مرة اشوف الكلمة دي, على فكرة انت ممكن تحل السؤال من غير ما تعرفها برضو, ما هي دي ودي ودي معناهم ايجابية, انت عايز حاجة عكس التقدم يبقى اكيد الكلمة اللي معناها مش ايجابي. يا ابني خليك فاهم. immerse your foot in cold water, اغمر رجلك في ماء بارد. كلمة immerse اللي معناها اغمر هنا بتساوي كلمة سوك اللي معناها برضو يغمر. كيك معناها يضرب برجله, شير معناها يشارك او يتشارك ومعناها حصة, وانفولف معناها يشتمل على او يتضمن على, او ولو قلنا انفولف معناها زي ما قلنا immersed. the normans conquered النورمانيون دول غزوا انجلترا في سنة 1066. كلمة بتساوي كلمة conquer, هنا بقى عايزك تفهم وتركز في حتة معينة هنا هقولك عليها. liberate يعني يتحرر او يحرر, seize معناها يؤثر او يستولي على, demand يعني يطالب بيه, وadvocate يعني يدافع عنه. عايزك تعرف ان كلمة conquer دي بتساوي كلمة overcome اللي معناها يتغلب على لو بنقول على المخاوف وكده, لكن هنا seize بمعنى يتغلب على اللي هي معناها يؤسر, يدخل دولة ويحتلها. ممكن نستخدم مكانها هنا يا فندم كلمة occupy. occupy لما اللي معناها يحتل, منها occupation الاحتلال, وكلمة occupy يشغل وقته ويشغل حيزا, انت فاهم اكيد. artificial intelligence اللي هو بيختصروه بـ AI,
will master life soon، الذكاء الاصطناعي سيسود الحياة قريبا. الكلمة اللي هي عكس artificial، الحاجة الصناعية عكسها طبيعي. طب ما تيجي نشوف كده، natural طبيعي، unnatural غير طبيعي، synthetic اللي هو معناه حركي، ومان ميد اللي هو من صنع الانسان، يبقى اكيد هي عكسها natural. my aunt will have an operation tomorrow، عمتي هتعمل عملية بكرة، يبقى هي كده مريضة. operation هنا معناها سيرجري، اكيد عملية جراحية يعني، فسيرجري. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك السينونيم بتاع كلمة spectacularly، spectacularly معناها بشكل مميز رائع، بتساوي boringly بشكل ممل، ضل يعني ضاحل يعني اللي هو ايه زي عميق كده، uninterestingly دي عكسها، يبقى اكيد brilliantly معناها بشكل مبهر، وممكن magnificently وممكن astonishingly. this artificial fabric، هذا القطن الاصطناعي، has the texture of silk، ليه ملمس الحرير يعني. كلمة artificial هنا صناعي بتساوي، تعال نشوف كده بتساوي مين في صناعي دي. أول حاجة كده normal اللي معناها طبيعي، natural طبيعي، man made صناعي زي ما قلنا، و arrogant متكبر، بتساوي كلمة conceited اللي معناها متكبر، وعكسهم humble اللي معناها متواضع. أكيد يعني أنت فاكر الكلام ده وشفته قبل كده كتير وأنت حافظه. طيب our new villa، الفيلا الجديدة، is not by a large garden، الفيلا الجديدة بتاعتنا محاطة بي، يبقى surrounded اللي هي فين surrounded، اهي surrounded. appeared معناها ظهر، وانت اصلا لما لقيت is وبعدين appeared فاستبعدتها، ما انت عارف ان appear ما تجيش مجهول، انت خربوش. separated معناها منفصل، عكسها connected. disappeared معناها اختفى، وعكسها appeared. photosynthesis البناء الضوئي، is the not by which، هي العملية التي فيها النباتات وال and other certain organisms transform، مهم يعني العملية التي من خلالها النباتات والكائنات الدقيقة الأخرى بتنقل أو بتحول الضوء إلى طاقة، أكيد العملية اللي اسمها process، لكن operation عملية جراحية، industry يعني صناعة، وممكن نقول tourist industry، مصطلح جه في بالي دلوقتي كده، tourist industry اللي هي صناعة السياحة، ميكانيزم اللي هي الميكانيزم اللي هي الآلية بتاعت الشيء. طيب بقول لك بعد كده يا فندم في 71، she usually works hard، دي احيانا بتشتغل او دائما بتشتغل باجتهاد، هي ايه herself in her work، free يعني يحرر، imagine يتخيل، immerse بمعنى يغمر نفسه او يصبح مندمجا في شيء ما، avoid يتجنب، وما تنساش ان في كلمه اسمها avoid اللي معناها خال من. a not is a vehicle or a machine that is intended to travel through space، اللي هتمشي في الفضاء كله، تعال نشوف اللي هي سبيس كرافت اكيد يعني، سبيس وورد اللي هو جناح الفضاء، ترين القطار، وباص الاتوبيس على قدهم، دول اخرهم الارض جنب العربيه بتاعتي. وي باكد هير اب وين شي كومبلينيد اباوت وركينج كونديشنز، ذات مينز هنا في ملحوظه عايز اقول لك عليها الاول قبل ما اقول لك الاجابه، وركينج كونديشنز اللي معناها الظروف العمل، وركينج لايف الحياه العمليه، وركينج سالري الراتب بتاع العمل. المهم تو باك سام ون اب دي معناها تو بي اراوند هيم، تو سراوند هيم، يبقى انت عايز هنا كلمه او سبورتد هيم يعني دعمته، انك تحيط بالشخص، تبقى مع الشخص يعني تدعم الشخص. اجنور يتجاهل، وبنش يعاقب، وريورد يكافئ. ات ووز ا جلومي روم، لقد كانت غرفه كئيبه، ذات ووز بورلي ليت مضاءه بضوء ضعيف جدا من بلمبه تعمل بالوقود. جلومي يعني كئيب، عكسها الكئيب عكسه تعال نشوف، اول واحده كده بليزنت اللي معناها صار، اكيد دي هي دي، ضل يعني ضحل، دريسنج معناها يعني الباس الشخص ملابسه، بليزد معناها مسرور، خد بالك بليزد يعني مسرور، لكن بليزنت معناها صار. على فكره كان ممكن نقول بقى ان هي كانت تشيرفول معناها مبهجه ولا مبتهجه، ولا تشيرنج اللي معناها مبهج، لا كنا هنقول تشيرنج، فاكر انت كنا بنقول تشيرنج نيوز اخبار مبهجه، فكنا نختار تشيرنج، لكن الشخص تشيرفول شخص مبتهج. في 75 بيقول لك when Mazin's father died، لما ابو مازن مات، مازن not a lot of money as inheritance، يعني كميراث، gain money هي اللي صح هنا. طب ليه gain money يعني يكسب فلوس دون مجهود، بيت يعني يهزم، win يعني يفوز بالكأس او يفوز في المباراة، earn money يكسب فلوس بعد عمل، لو انت موظف بتكسب 1000 يبقى ده earn money، لو انت خدت ميراث مليون فدي gain money. ايه من دول means in general اللي هي عموما اللي هي اسمها on the whole، فين on the whole wish on the whole وان جنرال انت حافظهم بمعنى عموما. كده خلصنا يا شباب الخمس 76 سؤال الخاصين بالكلمات، ان شاء الله رب العالمين الفيديو اللي عليه الدور مباشره في نفس الميعاد في موعده
اوعى تنسى احنا ماشيين بالجدول، التزم بيه، ذاكر ورايا، هنخلص برضو ان شاء الله بدري، ممكن نبقى نزود حصة في الكتاب، لكن عايزك تجتهد كده وما تعديش، وسيبك من الاقتراحات الغريبة اللي احنا بنسمعها اللي هي بلاش نحل القطعة، بلاش نحل امتحانات، انت كده بتهزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.